قالوا اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال واحد اتفضل. أرجو الإجابة عليه اتفضل. بدون لف ودوران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من هو إمام أهل السنة والجماعة الأعظم حتى يكون شعار أهل السنة والجماعة شعارا صحيحا وليس شعارا فارغا بمفهوم أهل السنة والجماعة؟ جميل من أوي، هو إمامكم الأعظم؟ جميل أوي. أولاً الإمام الأعظم لا بد أن يكون فيه صفات الإمامة، ومن صفات الإمامة أن يكون له أمر ونهي، وأن يكون متبوع، وأن يكون ظاهراً. إن كان هنا مثلاً في القاهرة أو في مصر مثلاً ظاهراً لأهل مصر، لكن أهل بغداد مش شايفينه، لكن أهل مصر شايفينه، ده يكون الإمام الأعظم، ده يكون الإمام الأعظم. لكن ما في إمام أعظم؟ لا احنا شايفينه ولا انتوا شايفينه ولا الدنيا كلها شايفينه، يبقى ازاي إمام؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. يبقى إذا الإمام جعل إيه؟ ليؤتم به. يبقى لابد إذا كان هناك إمام نأتم به. طب ما فيش إمام، يبقى هنأتم بمين؟ دي النقطة الأولى. اتفضل. نعم أحسنتم، جواب يعني مضبوط، ولكن فيه بعض الثغرات، وهي طبعا ليس عندكم إمام أعظم لأنك لم تتطرق إلى كلمة أو إلى عقيدة أهل السنة والجماعة في كيفية انعقاد الإمامة. عندما تقرأ كتب العقيدة عند أهل السنة والجماعة وكتب أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة تجدهم يضعون نقاطا أو قواعدا في تعيين وتنصيب الإمام الأعظم. النقطة الأولى يقولون ينعقد أو تنعقد الإمامة للإمام الأعظم ببيعة أهل العل والعقد، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عند أهل السنة والجماعة يقولون تنعقد الإمامة عند أهل السنة والجماعة ببيعة الخليفة الأول لمن بعده، لمن يخلفه، وكما فعل أبي بكر لعمر، والأولى كما فعل أهل السقيفة لأبي بكر. والنقطة الثالثة يقولون تنعقد الإمامة للإمام الأعظم عند أهل السنة والجماعة بالقهر والسيف والتغلب أو إمام الغلبة. فهذه أخو وليد لازم أن تتطرق إليها النقاط حتى تفهم كيف تنعقد الإمامة. أنتم النقطة الأولى وهي الأصل عندكم تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد. من هم أهل الحل والعقد عندكم الذين يبايعون الإمام؟ أم إن هذا أمر بدعة وحدث في الدين ما ليس من الدين؟ تفضل حبيبي. أنت ليه غيرت السؤال؟ ما غيرت السؤال أنا. لا غيرت السؤال. السؤال كان من هو إمامكم الأعظم؟ هو إمامك الأعظم أو الخليفة الأعظم. نعم. أو الإمام الأعظم. والإمام الأعظم، والإمام الأعظم لا يختفي ولا يذهب، يعني يعني لازم موجود. غيرت السؤال لحضرتك، كنت لم أغير عن السؤال. الإمام الأعظم. أنت ما قلتليش، ما سألتنيش وقلت لي ما هي مواصفات مثلا الإمام؟ كيف تنعقد البيعة؟ مواصفات قواعد تنصيب الإمام. حضرتك أنت ما سألتني، ولكن لما أنا جاوبتك قمت جاي مغير السؤال. تمام. الآن أجبني على هذه النقطة الثانية. أنت غيرت السؤال، هجاوبك على السؤال اللي أنت غيرته، ما فيش مشكلة. بكلام علي بن أبي طالب، اسمعني بس. أنت تقول أن أهل الحل والعقد دي بدعة. كيف هي بدعة؟ وقد أقر علي بن أبي طالب عندما قال إن مشهور المهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. فهل أخذ بكلام علي أم كلامك أنت؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية بتقول لي الإمام، أعطني إسناد هذا الكلام لأمير المؤمنين. أنا خليتك تتكلم لحد ما انتهيت وابتديت أنا أتكلم، فلو سمحت اسمعني. علي بن أبي طالب قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. فهي فيها إقرار من علي بن أبي طالب أن هناك مبدأ الشورى، والشورى لا تكون إلا لأهل الحل والعقد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أنت تقول أن الإمام لا يختفي، بل عندكم مختفي، ولكن إذا اختفى الإمام هل أصبح إماما؟ لا يصبح إماما. الإمام المختفي لا يصبح إماما إلا أن يكون ظاهرا ويكون له أمر ونهي، ويكون ظاهرا حتى يتبعه الناس. فإن ظهر هنا في القاهرة، ظهر هنا في مصر ولم يظهر في السعودية، ولكن أهل السعودية يعلمون أنه مصر، أهل المغرب يعلمون أنه مصر،
أهل بلجيكا يعلمون أنه في مصر، أهل السويد والأمريكتين يعلمون أنه في مصر. تمام، ده الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه هو اللي قال لنا كمان، قال لنا ما ينفع لو مات إمام أو مات حاكم، ما ينفع إن أنتوا تقدموا إيد ولا رجل إلا أن تختاروا إماما، والإمام يكون له أمر ونهي. تفضل. أولا، أنت قلت أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، نعم، وأنت الآن مطالب، هاي النقطة الأولى، اسكت يمك، مطالب أنت بيه أنا، مطالب مطالب بيه. بإثبات الدليل والإسناد الصحيح حاضر الثابت لأمير المؤمنين، حاضر، هذا من واحد. عناية الاثنين. النقطة الثانية، نعم، النقطة الثانية، عندما نقرأ كتب عقائد أهل السنة والجماعة نأخذ بكتب عقائد أهل السنة والجماعة وليس بكلام وليد إسماعيل. لماذا؟ لأن كتب أهل السنة والجماعة يقولون تنعقد الإمامة ببيعة أهل الحل والعقد كما انعقدت لأبي بكر في السقيفة، لم يقولوا كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، ولم يتطرقوا إلى آية الشورى قط، لا من قريب ولا من بعيد. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية وهي الأخرى وهي المهمة، أنكم بما أنكم أحدثتم وابتدعتم في الدين ما ليس من الدين في الإمامة العظمى التي هي رئاسة عامة في الدين والدنيا، ابتدعتم طرق ليست من القرآن ولا من سنة نبي خير الأنام، جئتم بيعة السقيفة والقهر والسيف والتغلب، لذلك ضاعت الإمامة منكم. فأنتم الآن أخي الكريم ليس عندكم إمام أعظم، لماذا؟ لأنكم بنيتم هذه العقيدة على أساس هش ووضيع وليس ثابت، لا قرآن ولا سنة، لذلك ضاعت. لو كان الدليل من القرآن، الآن نحن كشيعة اثنا عشرية نعتقد أن الإمام جعل إلهي، فسيقول لي لماذا؟ أقول لك لأن الله قال إني جاعلك للناس إماما، هذا دليلي من القرآن. أنت ماذا تقول عندما أقول لك ما دليلك على إمامة أبي بكر؟ ستقول لي بايعه أهل الحل والعقد. الآن أقول لك أهل الحل والعقد اليوم لماذا لا يجتمعون ويرشحون وينصبون لكم إماما حتى تكونوا أهل سنة وجماعة حقا وليس شعارا فارغا؟ سؤالي هو محدد، هذا سؤالي هو لماذا أهل الحل والعقد عندكم اليوم، أليس عندكم علماء؟ أليس عندكم أولي رأي؟ لماذا لا يجتمعون وينصبون لكم إماما؟ تفضل. أولا أبدأ بآخر نقطة أنت اتكلمت فيها، لماذا لا يجتمع أهل الحل والعقد ويعينوا إمام؟ خلاص المشايخ اجتمعوا وقال وليد إسماعيل إمام، مين بقى اللي هينفذ إن وليد إسماعيل يبقى إمام؟ وليد إسماعيل هيجي يتسجن بكرة، انتهت القصة الأولى، خلاص نرميها على جنب. نروح للمسألة أجيبك التانية، عليها؟ لو سمحت خليني أتكلم، ما تقاطعني ما تقاطعني. تفضل تمام، دلوقتي تفضل أهل تفضل. الحل والعقد قالوا لك وليد إسماعيل هو الإمام، أنت الإمام؟ أه يا وليد إسماعيل، طب تعالى خش السجن يا وليد إسماعيل. تمام، انتوا اساسا عندكم في العراق كمان والحكومه الشيعيه ما تستطيعوا ان انتوا تنصبوا واحد انتوا عايزينه، ما تستطيعوا تنصبوا واحد انتوا عايزينه. تمام، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه الا وهي قول علي بن ابي طالب انما الشورى للمهاجرين انصار، اهو اتفضل، ادي قول علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، نهج البلاغه، خطب الامام علي عليه السلام، ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية، إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعهم عليه، فلم يكن للشاهد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى، إنما أداة حصر دايما، ولا هي حصر في سورة المائدة في الآية 55 وهنا مش حصر، إنما الشورى للمهاجرين أنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا، كان ذلك لله رضا. طيب إيه تاني يا وليد يا إسماعيل؟ نروح لكتاب سليم بن قيس اللي أنتوا أخدتوا منه ضرب فاطمة، آدي الكتاب أمام الجميع. سليم بن قيس قال، قال علي عليه السلام الواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسلمين بعدما يموت إمامهم أو يقتل ضالا كان أو مهتديا، مظلوما كان أو ظالما، حلال الدم أو حرام الدم، ألا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا
ولا يقدم يدا ولا رجلا ولا يبدأ بشيء قبل أن يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا عالما ورعا عارفا بالقضاء. ما قالش قبل ما يختاروني أنا أو يختاروا ال 12 إمام. ولكن هنا أنا بقى خليني أسألك، يعني أنت سألت كتير، خليني أنا أسألك، هل يجب للإمام أو هل لا بد للإمام من أمر ونهي أم لا؟ نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا سأعقب على أجوبتك ثم أجيبك على السؤال. اتفضل. التعقيب الأول على النقطة الأولى، تقول أن أهل السنة والجماعة اليوم أو أهل الحل والعقد عند أهل السنة والجماعة اليوم إذا اجتمعوا على رجل وقالوا هذا إمام سوف يسجن. وهذا أخ وليد أنت طعنت في عقيدة أهل السنة والجماعة وفي صميم عقيدة أهل السنة والجماعة، كيف؟ أقول لك، أولا أنت لم تبين أسماء من هم أهل الحل والعقد الذين يجتمعون وينصبون هذا الإمام، هل هم الأشاعرة أم المعتزلة أم أنتم الوهابية أم مثلا الحنابلة أم الحنفية؟ هذا هاي النقطة الأولى. النقطة الأخرى على تعقيبي على جوابك، تقول يسجن، أريد أسألك سؤال، من هو الذي يسجن الإمام المنصب من أهل الحل والعقد؟ أنت ستقول لي إن الحكام سيسجنونه. أنتم أخي الكريم في معتقدكم أن الحاكم هو ولي الأمر وتعطونه البيعة كما في أرض الحجاز المحتلة وكما في المغرب، أما أنتم من مصر ما أعلم هل تبايعون السيسي أم لا، ما أعلم، هذا يهمك القضية. ولكن عندكم هنالك أهل الحل والعقد، عندما يعقدون هؤلاء أهل الحل والعقد أليسوا هؤلاء لهم منزلة ومرتبة عندكم واحترام، أم هم هكذا من عامة الناس وهكذا ليس لهم وزن ولا قيمة حتى يقوم الحاكم بالاعتراض على رأيهم؟ ثم أنت تعتقد أن الحاكم هو الإمام، فكيف الإمام يسجن الإمام؟ وهذا لعب في الدين. الله سبحانه وتعالى هل تركنا هكذا نلعب في كتابه وفي سنة نبيه؟ أريدك بس تعلقني على هاي النقطة، الذي يسجن الإمام المختار والمنصب من أهل الحل والعقد من الذي يسجنه؟ وهذا الذي يسجنه هل هو يحق للناس اتباعه والاقتداء به وبيعته؟ يعني مثلا أرض الحجاز المحتلة إذا نصبوا إماما لهم هل يأتي ملك الحجاز ويسجن هذا الإمام؟ يعني هذا مقبول عندك؟ وهذا للمستمعين الكرام أخوتي اللي في قناتك، يعني هل هذا وارد في عقيدة أهل السنة والجماعة؟ هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تفضل. أجاوبك. أولا من الصفات الشيعي أنه يدخل في مسألة ثم يدخل في 30 مسألة، عندما يفحم في المسألة الأولى يتفرع إلى المسألة الثانية، عندما يفحم في المسألة الثانية يتفرع إلى المسألة الثالثة. ما دخل أشعري، ما دخل وهابي، ما دخل سني، ما دخل معتزلي في المسألة دي؟ حضرتك بتتكلم كنت عن الإمامة العظمى، الإمامة العظمى، وإلا ممكن أنا أرد لك الصاع صاعين عندما أقول لك كيف اختلفتم أنتم والإسماعيلية لا تقر باثنى عشر إمام والزيدية لا تقر باثنى عشر إمام، واختلفتم إلى الشيخية والأصولية واختلفتم واختلفوا، هنفضل نتفرع. ليه ما بتركزوش على نقطة البحث دي؟ النقطة الأولى. النقطة الثانية تفرعت دعني برضو، أجيبك عليه لو سمحت دعني خليني أكمل، أجيبك خليني أجاوبك، راح لا أجاوبك، أجيبك خليني أجاوبك أجيبك عزيزي أجيبك عزيزي، خليني أجاوبك عزيزي، تفضل تفضل تفضل. فقمت جاي متفرع كمان لمسألة تانية ألا وهي الحكام. كنا بنتكلم في المسألة العظمى الإمامة العظمى، فحضرتك لقيت نفسك إن أنت مش قادر لا تصد ولا ترد في الإمامة العظمى فنزلت إلى مسألة الحكام. أنا بس عايز ألفت انتباهك إن إحنا بنتكلم عن المسألة العظمى أو الإمامة العظمى للمسلمين، أي أن يكون هناك خليفة واحد لكل بلاد المسلمين، فما تلهاش دعني دعوة بقى أجيبك. علاقة لا بوهابي ولا بكذا. ولو دخلت لك لكن أخ مسألة وليد، الوهابي لو سمحت لا خليني أجاوب، تفضل خليني تفضل أجاوب، لما أنا تفضل أسكت تفضل. أقول لك اتفضل جاوب. لا أدخلك في عندي مسألة الوهاب، لو تعقيب سمحت فقط، خليني أجاوب، تعقيب لو صغير. سمحت خليني أجاوب، لو سمحت.
تفضل أدخل لك في تفضل. مسألة الوهابي والمعتزلي والمرجئي والجهمي ولا هتروح جاي يسيبهم وتقول لي انتوا عندكم 4 مذاهب، ليه واخدين 4 مذاهب؟ احنا عندنا وهنفضل نتفرع ونتفرع 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 ونتفرع. فلو سمحت ما تتفرع، حضرتك اتكلمت في الإمامة العظمى، نعم الإمامة إن شاء الله. العظمى، وأنا نفت لك الإمامة نعم بسم العظمى الله. ديت بشيء واحد، ألا وهي إن ما ينفعش دلوقتي، لأن أنت لو فلان جه لو حتى سميت لك أسماء وقالت وقلت لك هم دول أهل الحل والعقد، وقلت لك مثلا الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد حسان والشيخ مصطفى العدوي، ومن مش عا من السعودية فلان وفلان وفلان، ومن المغرب فلان وفلان وفلان، حضرتك أنت اللي هتيجي تقول لي إشمعنى اخترت المشايخ دول؟ ففي مشايخ تانية يا عم الشيخ، عشان تتفرع وتتفرع وتتفرع صحيح وتنسي صحيح، هذا الجمهور، سؤال انت اسمعني بس، اخوي وتنسي الجمهور اساسا ان انت كنت بتتكلم عن الامامه العظمى اللي جاوبتك فيها في اول سؤال، دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، حضرتك قلت لي اديني الدليل على ان مبدا الحل والعقد، مبدا الحل والعقد موجود عن موجود. قلت لك اتفضل حضرتك، ادي علي بن ابي طالب وادي قولين لعلي بن ابي طالب ان مشهور المهاجرين الانصار، وان علي بن ابي طالب قال لك لابد ان انتوا تختاروا امام وما تسيبوش الامه كده، ما قالش طالبتك تختاروني ولا بإسناد، اخترتني. اتفضل بقى. طالبتك بإسناد، طالبتك بإسناد لأمير المؤمنين، إسناد تعرف معنى الإسناد؟ يعني إسناد متصل جميل قوي، إلى حلو، أمير ما فيش المؤمنين، مشكله، يقول حلو إن الشورى للمهاجرين والأنصار نهج حلو قوي، البلاغة حلو قوي، كتاب. حلو، ما فيش نعم مشكله، ما فيش مشكله. اولا نهج البلاغه عندكم، أخلي اسمعني بس، اسمعني بس، اسمعني، انت أخلي طلبتني، أكمل، سالتني، لا خلي أكمل، سالتني راح سجلها اجاوبك، أمامك، والله راح اجاوبك، انت سجل سالتني فين سجلها الاسناد؟ أمامك سجلها أمامك، هاي النقطة الأولى، هاي النقطة لا يا الأولى، باشا هاي انت قلت لي فين الاسناد، لازم اجاوبك، والله لا اجاوبك، قلت لك أخي تمام، الوليد والله سجل لا هذا، اجاوبك، سجل والله لا هذا، اجاوبك يا استاذ، والله لا اجاوبك. يلا أعطيني إسناد جميل، نهج نهج البلاغة أو البلاغة الأمير كله، المؤمنين. معلش يا استاذ، نهج البلاغة كله بلا اسناد، تمام، لا أنت مخطئ، مخطئ، اسمعني لا بس، غلط اسمعني اسمعني، غلط نهج البلاغة غلط يا غلط، باشا، نهج البلاغة كله بلا اسناد، والشريف ليس الراضي هو كله، اللي حط ابتدى يحط الاسانيد، فما تلعبوش معانا لعبة الاسناد، ما تلعبوش معانا، أنت يا اما تثبت الكتاب كله يا اما تنفي الكتاب كله. هذا من أين جبت هذه القاعدة؟ حضرتك تثبت الكتاب اتفضل كله أو تنفي هات لي الكتاب اي كله؟ اسناد لاي خطبة الان موجودة في نهج البلاغة، وانا عندي استعداد أنا الآن انسبها لك دلوقتي بعلم الرجال اللي موجودة عندكم. أنت المدعي، أنت عليك البينة وليس انا أنا. عليا المادية أنا يا لم ابني، هو ده أستدل. كتابي انا ولا كتابك انت؟ مش انتوا اللي رفعتوا السهام في نهج البلاغة دلوقتي بتدور على الاسناد؟ دلوقتي بتدور الإسناد على طبعا اسناد، إذا دي أجاوبك النقطة الأولى. بالإسناد، النقطة يعني أنت الثانية، خلاص يا سيدي سيبك خلي منها، أجاوبك، أنا خلي بلا أجاوبك، اسناد، خلي دي لا بلا أجاوبك على أهل اسناد، الحل بلا والعقد. اسناد، خلاص بلا اسناد، بلا اسناد. كتاب سليم بن قيس ايه رأيك فيه؟ أيضا يعرض على الكتاب والسنة. كتاب يعني مثلا دلوقتي في رواية بتاعت فاطمة اللي هي اتضربت، هل الرواية دي لا باسناد؟ إحنا لا إحنا نتكلم على الإمامة العظمى لا يا لا أخي، لا لا، تتفرع. أنت والله ما قلت، سيبك، أنت والله الآن ما سيبك، قلت لا انا عايز مثال، لا لا لا، انت لماذا تعرف ليه؟ لا تفرع؟ والله ما سيبك، هتهرب هتهرب، لا والله مو لا سيبني، تهرب، أنت والله لا لماذا تهرب، تذهب والله إلى مش انت قضية دلوقتي قصر كنت الظلام؟ عايز اسناد، اسمعني بس، انا ليه أنا سألتك عن، عايز إسناد اسمعني بس، على اسمعني، الإمامة روق العظمى، بس كده، روق واشرب الإمامة شوية العظمى عصير، موضوعنا. روق واشرب شوية عصير، لا والله موضوعنا، والله وليد اسماعيل ما بيخرج من الموضوع ابدا. وما دخل ضرب الزهراء عليه انا السلام هقول بالإمامة لك ليه العظمى؟ دخل ضرب الزهراء، هقول لك ليه، بس يلا تفضل جاوبني بس قول. لو سمحت، رواية كسر ضلع الزهراء في كتاب سليم بن قيس هل هي مسندة؟ ليس موضوعي هذا. لا، جاوبني عشان انا في حاجة تانية هقولها لك، هل قول رواية الثانية، كسر ضلع ليس الزهراء موضوعي هذا. في كتاب سليم بن قيس مسندة؟ أمام المتابعين موضوعنا الإمامة يا العظمى، عم هات جاوبني على دليل. السؤال ده بس، جاوبني عن، يعني هو ما ما كان لا موضوعنا أجيب، في الإمامة لا مو الكبرى موضوعنا، وبعد كده دخلت في لا المعتزلة والمرجئة أجل. والجهمية والخوارج هؤلاء يرشحون والوهابية والكلام ده الإمام. كله، لو سمحت لو سمحت جاوبني بس السؤال، راجع، لو الله سمحت يخليك أنا بقول معلق، لك لو سمحت أخليك معلق، لو سمحت والله أرفع ضغطك لو اليوم، سمحت أرفع لو سمحت ضغطك. سيادة المعمة، سيادة المعمة، لو سمحت، مو معمم رواية هذا. كسر ضلع الزهراء في كتاب سليم بن قيس هل هي مسندة؟
موضوعي هو الإمام هل العظمى، إذا هي هربت من مستند؟ الإمام لو العظمى سمحت اعتبره موضوع، خارج الموضوع، اعتبر يا سيدي لا خارج الموضوع، هل هي مسندة؟ لا أجيب عليها لأنه ليس هل موضوعي هي الليلة. مسندة؟ يعني أنت الحشي اللي أنت قلته ده كله كان في داخل الموضوع، داخل الإمامة العظمى؟ نعم أثبت نعم. لك طب الآن، هل ماشي تريد خلاص، إثبات؟ ما فيش مشكلة، خلاص أعتبر إن يلا ده موضوع خارج. طيب اتفضل، كتاب سليم بن قيصر، اتفضل كتاب يعرب سليم بن الرواية قيصر، التي كتاب سليم بن قيصر، كتاب سليم بن كتاب قيصر. سليم بن، أي أعطيني الرواية التي أهي قال الرواية؟ إن اتفضل، أمير المؤمنين أن أهي الرواية. في كتاب، اسمعني الإمام بس، في كتاب بالشورى. مسند الإمام علي بن أبي طالب نقلا عن سليم بن قيس يقول: قال علي بن أبي طالب: الواجب في حكم من الله الذي وحكم من الإسلام. الذي نقل؟ ها، من الذي نقل عن الذي سليم نقلها هذا الحسن القبنجي في كتاب مسند الإمام أحمد، مسند الإمام علي، نقلا عن كتاب سليم بن قيس. من هذا، من ماذا اسمه؟ اها، في كتاب سليم بن قيس، سيبك من ده، في سيبك من كتاب مسند الإمام إمام علي، سيبك من كتاب مسند الإمام علي. لماذا في تكذب كتاب أنت؟ سليم لماذا بن تكذب قيس، وتأتي اسمع بس، بأسماء؟ اسمع اسمع اسمع. في الأسماء كتاب ليش سليم بن جبت كذب قيس، أسماء اسمع كذب؟ اسمع اسمع اسمع. يا في أخي كتاب كتاب سليم سليم بن بن قيس، قيس. ما إسناد هذه الرواية؟ أنت ما تعرف الإسناد، شفت تستدل بقى، بكتب ما شفتوا تعرف اخواننا ما هي، دلوقتي، ما شفتوا تعرف، شفت انا سألته ليه، شفت انا سألته ليه، شفت انا سألته ليه عن لأنك كسر تأتي ضلع الزهراء؟ لأن الاتنين في كتابين واحد. يلا امشي، يلا امشي، يلا يا معمم يا صغير، امشي امشي امشي، يلا يلا يلا، انا اوعى تقولي تلعبوا معايا تاني، امشي امشي. شفت انا سألته ليه؟ لأن انا عارف هيلعب لعبة الإسناد في القول ان انا هقوله في كتاب سليم بن قيس، عارف انا والله العظيم، انا خلاص بقيت معصوم، عارف ان هو هيجي اكتب له اقول له في كتاب سليم بن قيس هيقول لي هات الاسناد. لذلك انا سالته عن كسر ضلع الزهراء في كتاب سليم بن قيس هل هو مسند ام لا، فامتنع عن الاجابه، فامتنع عن الاجابه عشان يلعب اللعبه بتاعت الاسناد. لما تجيب له كلام سليم بن قيس، كلام علي بن ابي طالب، يقول لك هات لي الاسناد بتاعه، لو سمحت هات لي الاسناد بتاعه. فقمت انا حاولت ان انا ايه اخليه يقر الاول ان ضرب الزهراء ليس باسناد، يعني روايات ضرب الزهراء ليس باسناد، عشان ما يسالنيش على الاسناد هنا. فلما امتنع فضح نفسه، فضح نفسه، فجاي دلوقتي يلعب لعبة الاسناد في القول دوت. الله المستعان. يا شيعة هاتوا حد، يا شيعة هاتوا حد بجد، حد بيفهم والله العظيم، حد ما بيقع في مطبات، حد ما بيتورط. الراجل جه سأل السؤال الأول عن الإمامة العظمى، ولما أفحمته في أول إجابة ابتدى يتدرج، والله العظيم. يلا خير، ربنا يهديهم.